ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. رجعت لكم بفيديو جديد. لو لسه اول مره بتشوفي الشانل بتاعتي، اوعي تنسي تشتركي فيها من الزرار الاحمر اللي تحت، وكمان تفعلي علامه الجرس على علامتك كل عشان يوصلك اشعار اول ما انزل اي فيديو جديد. حبيت اطلع لكم النهارده باللون الاحمر بما انه مناسب للفالنتاين، هتشوفوني هنا كمان في المرايه. قلت اغير بدل ما انا كل شويه اجيب الجهدي كنوع من انواع التغيير. النهارده هعمل لكم فيديو تحفه جدا، وهي ترتيبات العنايه الشخصية لجسمي في الفالنتاين. ايه اللي هعمله او ايه اللي عملته ولسه هعمله اليوم الفالنتاين؟ انا بدأت الروتين، انا اوريدي خلاص عملت الروتين النهاردة، فعايزة اعرفكو انا عملت ايه. ويوم الفالنتاين هعمل تريكات بسيطة خالص، حبيت التقيل كله يكون النهاردة، والتريكات البسيطة زي ما عملت معاكم تنظيف البشرة. قلت لكم انا هعمل تنظيف البشرة، بس التريكات البسيطة خالص هعملها يوم الفالنتاين. اول حاجة بدأت اعملها خالص في الشاور بتاعي، هو استخدمت الفرشة الجافة دي. اول مرة استخدم فيها الفرشة الجافة بضمير، يعني انا الاول لما جبتها ما كنتش بستخدمها، وفي نفس الوقت ما عملت كده بيها وما ركزتش، انما المره دي فضلت بجد اعمل بيها جسمي كله. حرفيا لقيت جلد ميت على الارض بطريقه فظيعه. اول مره الاحظ كل ده، ازاي الجلد الميت ده جه منين؟ انا كنت متسوحه كده، انا مش عارفه ايه اللي بيحصل يعني بصراحه. فبجد حلوه جدا جدا جدا، اظن انها تفرق معاكم. هما بيقولوا انها بتاثر في السلولايت وعلامات التمدد، انا لسه هجربها لاني عندي علامات تمدد، ما عنديش سلولايت بس عندي علامات تمدد، فهجربها طبعا مع علامات التمدد وهطلع اقول لكم اكيد عملت معايا ايه. تمام. تاني حاجه طبعا دخلت الشاور بتاعي، بدات ان انا اغسل جسمي بشاور جيل. استخدمت الشاور جيل ده من لاف ناتشر، ده ايفانات هو بالكوكونات ووتر بمية جوز الهند والميلون بالاناناس او الشمام، يعني على حسب انتوا بتقولوا ايه. ده شكله ده مشهور جدا 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 في اوروفلام، مشهور بطريقه فظيعه، ريحته حلوه وكمان بينعم الجسم وطبيعي. يعني منتجات اوروفلام مشهوره جدا جدا بطبيعه المنتجات اللي هي بتجيبها يعني. تمام. فحبيته قوي قوي يعني، وممكن تستخدمي اي شاور جل، انا ما عنديش مشكله، والريحه ما بتفرقش لان ده حاجه لتنظيف الجسم، احنا بنستخدم حاجات تانية للتقطير. تمام. بس بيبقى وقت بس الشاور، انت بتستمتعي بالشاور بتاعك مش اكتر ولا اقل، حاجات دلع لنفسك. تمام. بعد كده بدات اعمل سكرابنج لجسمي. السكراب اللي انا عملته، فاكرين فيديو المشتريات لما عملته مشتريات كان فيه كور كده سكراب كوريه، هي دي الكور اللي انا استخدمتها، شبه الماستيكا كده، ما حسيتش ان هي تنفع كده معانا احنا اقوياء عايزين نعمل سكراب جامد للجسم، ما حسيتهاش قوي. فانا برشح لك يعني لما تيجي تعملي سكراب استخدمي حاجه كويسه زي ستاركي، يعني ممكن الحاجات الغاليه ما تكونش في نفس جوده ستاركي. بصوا ده معايا من قبل ما اتجوز اصلا، يعني بيكفي كتير قوي، استخدمته بعد ما اتجوزت مرتين بجد، يعني هيقعد معاكي وقت طويل، وفي نفس الوقت السكراب بتاعه قوي جدا، وفي نفس الوقت برضو يعني بيفرق 180 درجة في شكل جسمك، تحفة جدا يعني. انا هستخدمه تاني يوم الفالنتاين الصبح من كتر ما هو حلو قوي قوي قوي، يعني انا جايبة منه انواع كتير ورشحه لكم ب10 جنيه وكميته حلو. فبعد ما بنعمل سكراب بنبدأ نعمل ازالة لشعر جسمنا كله. طيب انا مش هتكلم في النقطه دي لاني انا اوريدي اتكلمت فيها، هسيب لكم لينك الفيديو في الديسكريبشن بوكس، اتفرجوا عليها يعجبكم جدا، سواء للجسم او سواء للاماكن الحساسه. انا اتكلمت في الموضوع ده، الاماكن الحساسه قلت لكم هنستخدم لها ايه، وللجسم برضو قلت لكم هنستخدم له ايه، ف وللبشره برضو قلت لكم هنستخدم ايه. فكل ده اسهل حاجه للبشره او للجسم او للاماكن الحساسه انا اتكلمت فيها، بس انا هقول بشكل بسيط كده وبشكل سريع. للبشره بستخدم شيفر او الشيفنج، وللجسم بستخدم الشفره العاديه البينك، مش من جيلات فينوس ولا اي حاجه، الشفره البينك بتخلص الدنيا. وللاماكن الحساسه بستخدم جهاز فلولايز، ده عامله لكم عنه ريفيو، هسيب لكم اللينكات في الديسكربشن بوكس، روحوا اتفرجوا عليها تعجبكم جدا. المهم بعد ما خلصت ازاله الشعر جسمي وظبطت الدنيا كلها، رحت اكيد تاني طلعت من الشاور بقى خلاص، يعني انا ما هقعد اعمل ايه اكتر من كده جوه. فاول ما طلعت طبعا بدات ان انا ارطب جسمي. الحقيقه ان انا المره دي ما رطبتش جسمي بكريم، رطبته بزيت الزيتون كله،
انا كنت بحطه على علامات التمدد بس، انما المره دي حطيته في جسمي كله. ليه؟ كان جسمي سقعان وعايزه حاجه تدفيني في نفس الوقت تكون ترطبه عميق بسبب السكراب، فاستخدمت زيت الزيتون وهو بجد يعني نجح في المهمه بتاعته. وبعد كده انا حطهم بس جنبي. وبعد كده عملت ايه؟ رطبت طبعا رجلي بالكريم ده من لاف نوتشر، كلمتكم عنه قبل كده. ده برضو من يعني ده كده كنت جايبها مجموعه، والصابونه بتاعتهم جوه عندي بس ما بستخدمهمش مع بعض، ده انا بستخدمه لرجلي. تمام، ريحته مش اللي هو مش هحط انا كنتالوب على جسمي، ومش ريحه الكنتالوب بالقمر، لا ريحه الكنتالوب اللي هي نص نص يعني، فحلوه جدا لرجلي. رطبت رجلي طبعا طبعا طبعا. وبعد كده بدات ان انا ارطب ايدي. بصوا انا برطب كله مع بعض، طالما بدات ان انا ارطب جسمي برطب كل حاجه، ما بسيبش حاجه ما برطبهاش، طالما خدت الريسك يعني الخطوره بتاعت السقعه والدنيا كده ببدا ارطب كل حاجه. خلاص بقى انا مش هتدمر وعلى الفاضي، لازم ارطب عليا وعلى اعدائي. فاستخدمت الايدي برضو الكريم ده من اوريفلام اسمه سلك، مش عارفه اللاين ده لسه موجود ولا لا، بس الكريم ده حلو قوي، كويس جدا جدا يعني بالنسبه لسعره وبالنسبه للقوام بتاعه، بجد حلو قوي بيرطب ايدي بشكل جميل يعني. تمام، وبعد كده طبعا بدات ان انا احط الديودرنت بتاعي. الديودرنت بتاعي هو ده سبيرنج من ماي واي، بجد تحفه، 7.50 جنيه يا جماعه، بتستثمريهم في برودكت يعني خطير 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 بجد، لا لا فظيع، وبيقعد معاكي وقت طويل جدا، وهو بالعود يعني. انا ما بحبش ريحه العود او مش مياله للروائح الشرقيه قوي، ولكن يعني انا قلت استخدمه يعني ده في نفس اليوم، يعني انا قلت لكم اللي انا استخدمته كل حاجه النهارده. تمام، بعد كده طبعا لبست يعني مثلا البيجامه بتاعتي او اللانجري او اي حاجه لبستها، مثلا الاماكن المفتوحه في جسمي، الاماكن اللي باينه، الاماكن اللي ممكن جوزي يشمها، بحط فيها اللوشن ده من داركس، لانه هيدي ريحه حلوه جدا لجسمي وهتثبت في نفس الوقت، ريحه بقى سكسي وامور كده يعني حلوه قوي. اهم حاجه يكون لوشن ليه ريحه، فانا ما بلاقيش اجمل من داركس ان انا احطها في الاوقات الشتويه دي. ومعايا كمان نوع بتاع ورم فانيليا، بس ده بحبه في الاوقات اللي انا عايزه احس ان انا جميله قوي فيها، فاهمين قصدي؟ فحطيت اللوشن ده على الاماكن المكشوفه في جسمي، لو في اوف شولدر، لو في حاجات شتويه برضو عندي في حاجات مكشوفه، بحط في اماكن النبض حاجه زي كده مخمريه من ماي واي اللي هي بتاعه تندر دي، مش هي بس، انا بحط اي مخمريه قدامي ده شكلها، وبتكفي وقت طويل جدا 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 معاكي، هتقعد وقت طويل ما يغرقوش صغير بس حير. واخر خطوه بعملها ودي اللي بسيبها للنهايه طبعا، وهي البرفيوم. البرفيوم انا يعني بسيبها قبل ما يطلع بشويه، قبل ما يطلع بساعه، عشان ريحتها ما تروحش. مش هعمل مثلا الروتين ده الساعه 6 والبرفيوم مثلا احطها الساعه 6، احطها لنفسي وبعد كده لازم، او انا ما بحبش ريحه البرفيوم في خلال النهار بتخنقني، فبحبها بالليل قبل ما يطلع اكتر. فاستخدمت اللي هي كوكو شانل دي، تقدري تستخدمي اي برفيوم انت بتحبيها. وبس كده يا حلوين، اتمنى الفيديو بتاعي يكون عجبكم، اوعوا تنسوا تعملوا لي لايك للفيديو ده واشتراك للقناه وتفعلوا علامه الجرس على علامه الكل عشان يوصلك اشعار اول ما انزل فيديو جديد. باي يا حلوين.